السلام عليكم. طبعا رح أبلش بشرح شابتر 6 عشان يعني قبل شوي درسته، ونشوف يعني إذا عجبتكم الأمور وهيك. طيب بسم الله. هسه أول إشي شابتر 6 حيناقش لي موضوعين أساسيين، اللي هما كيف الخلية الحمراء بتنتج طاقة اللي هي عبر عملية الجلايكوليسيس. الموضوع الثاني اللي هو الممبرين. تمام، الممبرين شو يعني الممبرين؟ يعني شو في بروتينات، كيف بيحافظ على شكله، بتحافظ الخلية الحمراء على شكلها، اللي هو شو شكلها، بايكون كيف ديسك هيك شكلها. تمام، فهي المواضيع الأساسية اللي رح نقشها بشابتر 6. بداية بحكي لي إنه الخلية الحمراء عشان تأدي وظيفتها بشكل ممتاز، شو هي وظيفتها؟ ترانسبورت أكسجين. خسرت أشياء كتير، منها النيوكلياس والميتوكوندريا والعضيات الموجودة فيها زي الرايبوسوم. فعشان هيك فترة عمر الخلية الحمراء كتير صغير، 120 يوم فقط. تمام، وكل الميكانيزمز الموجودة بهاي الخلية هدف واحد فقط، maximize oxygen exchange during the lifespan of the cell. بس هذا الهدف الوحيد للخلية الحمراء، red blood cell. تمام، هسه رح نحكي عن الانرجي ريكويرينج بروسيسز. بالار بي سي في اشياء بدها طاقه وفي اشياء ما بدها طاقه. اشياء ما بدها طاقه زي شو؟ زي ال O2 CO2 exchange، ما بحتاج طاقه عشان اخذ O2 عشان اعطي CO2 مثلا، بس بدي طاقه عشان اخلي شكل الخليه بايكون كيب. بدي طاقه مثلا عشان احافظ على عمر الانزيمات الموجود. بدي طاقة لكتير أشياء اللي هم هيهم موجودين هون بهذا البوكس. تمام، هسا بيحكي لي هون إنه في إشي اسمه هيريديتوري نان سفيروسايتيك هيمولوتيك أنيميا. شو هذا الإشي؟ شو هذا المرض؟ هذا مرض. شو هو؟ اللي هو دي افشنسي إلها علاقة بالأنزيمات. تمام، يعني أي إشي، أي خلل، أي مرض إلها علاقة بالأنزيمات تبعت الخلية الحمراء، وراثي طبعا، هيريديتوري، بسميه هيريديتوري نان سفيروسايتيك هيمولوتيك انيميا. وطبعا هذا المرض شو بيؤدي؟ انه الار بي سي الحياة تبعتها بتصير قليلة، بدل ما هي 120 بتصير اقل بكتير. تمام، بس هذا المطلوب، يعني الموجود المطلوب نعرفه. هسه انرجي ريكويرينج بروسيسز، شو بدنا هسه نفصل بهاي العمليات؟ مثال عليها الكاتايون بامبس. هاي زي اي بامب طبيعية موجودة باي خلية. شو بتعمل؟ بدها تحافظ على تركيز الكاتايون والانايون، بدها تخلي الكي بلس جوا الخلية، وبدها تخلي ان اي بلس تركيزه برا الخلية اعلى، طبعا هو مع السي اي تو بلس. تمام، بيحكي لي هون انه هاي البامب تستهلك 15%. بيحكي لي انه الانرجي producing enzyme degrades over time. اكيد الانزيم يعني حتخرب مع الوقت، يعني هيك معناها. وهاي البامب تفقد وظيفتها، عشان هيك عمر الخلية الحمراء بيخلص طبعا. واذا كان انا عندي المرض هذا الوراثي اللي حكينا عنه قبل شوي، اكيد حيقلل برضو عمر الخلية الحمراء بزيادة، لانه اصلا كمية الانزيمات الموجودة اصلا قليلة. ليش؟ هو هيك المرض، انه بخلي الانزيمات الموجودة في الخلية الحمراء قليلة. فاذا كانت هاي الانزيمات قليلة، فاشي طبيعي الخلية الحمراء حتموت بسرعة. تمام، هسا بدي يحكي لي عن الجلايكوليسيس، اللي هي الانرجي برودكشن ان اورب، اللي هي يعني العملية اللي بتتم بواسطها انتاج الطاقة بالخلية الحمراء. تمام، الطاقة طبعا بتنتج الاي تي بي، اللي هي عملة الطاقة في الخلية. طيب، عندي ثلاث مراحل، first second third، مش مهمات لأنه الدكتور حكى ما تحفظوهم، لأنه هذا المفروض تاخذوه بالبيوكيم. تمام، بس بدنا نحفظ شغلة واحدة، اللي هو إن الجلوكوز بيعطيني 2 بايروفيت مع 2 اي تي بي. وطبعا أنا بالخلية الحمراء يعني كلها عقدها وهدفها الوحيد إنها تنقل أكسجين، فأكيد مش هتخبي عندها جلايكوجين. هون هذا اللي بحكي لك اياه بهاي شو اسمها الجملة.
من وين بتجيب الجلوكوز؟ اكسترنال، من شو اسمه، من البلازما، من اللي حواليها يعني، مش انه بتخبي عندها جلايكوجين. تمام. شو هي الطريقة تحديدا؟ امبيندن ميرهوف باثوي. من هون انا بعمل بحول الجلوكوز لتو بايروفات. تمام. وبطلع حكينا تو بايروفات وتو اي تي بي. هاي الطريقة مش مهمة زي ما حكينا، مش مهم. هون بدنا نبلش بإشي مهم. هسا احنا حكينا الجلايكوليسيز ما حناخده، بس في اشياء اللي هي دايفيرجنس، هاي مهمة. شو هي الدايفيرجنس؟ انه الخلية الحمراء بدها تستفيد من كل اشي موجود فيها، ففي عندي منتجات خلال عملية الجلايكوليسيز تطلع، هاي المنتج طلع. تمام، ما بدي اياه، يعني انا ما بدي اياه، ما بحتاجه بعملية الجلايكوليسيز. الخلية الحمراء بتاخده بتعمل فيه اشي تاني. تمام، هاي الثلاث دايفيرجنس تتمثل بالاتش ام بي، الميثيموغلوبين ريدكتاز، والروبرت ليو برينج باثوي. هندرسهم الثلاث طبعا.